انطلق الامس ايفنت كلام المدينه، هالايفنت اللي جمع كثير يوتيوبرز وشخصيات كبيره ومهمه ومشاهير ايضا. كان اول يوم له الامس، من يوتيوبرز دبي قدموا من دبي للاردن لحتى يحضروا الحفل اللي متواجد بالبحر الميت. واحد يوتيوبرز كانوا بيسان اسماعيل وانس الشايب، هالثنائي اللي من فتره اثار الجدل بانفصالهم وحذف صورهم مع بعض، لكن الصدمه انهم كانوا الاثنين حاضرين الامس لكن ما شفناهم بستوري واحد او صوروا مع بعض حتى، اكدوا عن انفصالهم تماما. ولكن الشيء الغريب اللي حصل هو انه انس الشايب كان متواجد جنب بيسان لما كانت عم تغني، هشاركت لمسه فقره غنائيه مع احد الفنانين اللي كانوا احيوا الحفل. قد بيسان اسماعيل انتقاد بسبب انه صوتها ما كان جاهز، وعلى ما يبدو انها ما كانت مدربه وجاهزه للغناء. القصه مش هون، حيث كان انس جاي بجانبها في شخص بجانب بيسان، يقوم انس بضربه على ظهره عده مرات ويدفشه بعدها بشكل مفاجئ. شو السبب؟ هل لأنه كان قريب من بيسان أو في شي بينهم أو هم بيعرفوا بعض؟ الموضوع كان مجرد مسحة. رجعوا يتقدم أنس أكثر ويسحب التليفونات من أحد الأشخاص. كل هذا بيسان جهلت الموضوع تماما، رغم أنه الستوري كان نازل على حسابها بإنستغرام هي.